الفنانة السورية سلافة وخرجي تكشف كواليس انفصالها عن وائل رمضان وترفض الكشف عن ديانتها وممرضة كانت السبب في وفاة والدها. سلافة وخرجي حالت ضيفة على برنامج شو القصة والذي يعرض عبر شاشة ال تي في وتقدمه الإعلامية اللبنانية ربيعة الزيات، وذلك بالتزامن مع إعلان طلاقها من زوجها السابق وائل رمضان مؤخرا. لكن يبدو أن الحلقة تم تصويرها قبل وقوع الطلاق، لكنها كشفت خلال الحلقة عن كواليس انفصالها الأول وعودتها للفنان وائل رمضان. سلافة وخرجي كشفت تفاصيل جديدة عن حالتها عقب وفاة والدها الراحل، حيث أكدت بأنها مرت بحالة غريبة ولخبطة وكانت ملتزمة بتصوير بعض الأعمال الدرامية، وهو ما جعلها لم تستطع أن تأخذ وقتها في الحزن على والدها ولا حتى أن تعود لطبيعتها. ولفتت إلى أنها باتت تصرفاتها لا تشبهها قد تكون مزعجة كذلك. النجمة السورية كشفت عن سبب وفاة والدها، حيث أكدت بأنه تعرض لخطأ طبي لأنه لم يكن يعاني من أي مرض سوى السكري والضغط. وأوضحت سلاف بأنها منذ أن مرض والدها وهي تقوم بخدمته بمساعدة أسرتها، لكن في الفترة التي سبقت وفاته استعانت بممرضة لتراعي والدها بسبب انشغالها في تصوير مسلسل عنبر 6، كما أن الطبيب قد وصف له مسكن قوي للغاية يتناوله عند اللزوم فقط، لكن الممرضة أعطت لوالدها المسكن القوي لعدة أيام متتالية وليس عند اللزوم، وهو ما تسبب لوالدها في أزمة تنفسية أدت لوفاته. وشددت النجمة السورية على أنها لم تعلم بهذا الأمر إلا بعد الوفاة، وصفة ما حدث بالجريمة. وعلقت الفنانة سلافة وخرجي على تصريح طليقها وائل رمضان والذي اعتبر خلاله بأن مسلسل عنبر 6 لم ينجح إلا بسلاف ولولاها لكان هذا العمل للكب، حيث أكد سلافة وخرجي بأن رمضان له رأي آخر حول هذا الموضوع، فهو قرأ النص وحضر التصوير منبهرا بالعمل والنتائج، لكن الذي دفعه لهذا التصريح هو أن سلاف كانت تمر بمرحلة صعبة وكان يريد دعمها ورفع معنوياتها مما دفعه إلى قول هذه الجملة. كما تطرقت سلاف للحديث عن مشهد القبلة في مسلسل شارع شيكاغو والذي أثار جدلا كبيرا بين الجمهور، مؤكدة بأن طليقها وائل رمضان لم يكن موافقا بينه وبين نفسه، لكن لم يحصل أي مشاكل بينهما بسبب هذا الموضوع، بل اكتفى بجملة يا ريت ما كان. أما بالنسبة لها فإنها لم تندم على هذا المشهد، معتبرة بأنها تعرضت لهجوم وصفته بالقاسي وفق الاعتبار. وأشارت سلاف إلى أنها وائل رمضان قد انفصلا قبل ذلك لأول مرة ودام الانفصال حوالي 3 سنوات، وشددت على أن الانفصال وقتها لم يكن بسبب الخيانة كما ادعى البعض، لكن بسبب عدم وجود تفاهم بينهما أو حدوث حالة نقاش طبيعية، وهو ما دفعهما أن يتخذان قرار الانفصال سويا، ومن ثم اتخذا قرار العودة معا أيضا. وتحدثت سلاف عن زيارته وطليقه للرئيس السوري بشار الأسد، مبينة وجود عدة أسباب للزيارة، أهمها النقاش حول موضوع الدراما السورية وكيفية إنقاذها، وأوضحت بأن الأسد مهتم بشكل دائم سواء في فترة الحرب أو قبلها أو بعدها بالدراما السورية. وعندما كانت الدراما السورية محاصرة في فترة الحرب، أصدر الرئيس قرارا بشراء جميع الأعمال الدرامية السورية. وتطرقت سلاف خلال الحلقة في حديثها عن رغبتها في عودة الفنانين السوريين المتواجدين خارج سوريا، منهم الفنانة أصالة نصري، ووجهت لها عبارة بتمنى ترجع تغني بسوريا، معربة عن اشتياقها أيضا للفنان جمال سليمان. كما أعربت عن سعادتها بتسلم النقيب محسن غازي لنقابة الفنانين السوريين ووصفته بشخص محترم، متمنية أن تكون النقابة حاضرة مع الفنانين
وتؤدي واجباتها بشكل صحيح. وعن الحادث الذي تعرضت له سلاف وأفقدها بصرها لمدة ساعة كاملة، بينت بأن ما حدث هو وجود قطعة حديد ديكور توقعت من السقف واصطدمت بعينها وأفقدها البصر، وأصبحت ترى كل شيء حولها أبيض، وأكثر ما فكرت به في هذه اللحظات هم ولديها حمزة وعلي. ورفضت سلاف خيل حلق الحديث عن ديانتها، حيث أن والدتها الراحلة علمتها إذا وجه لها أحد سؤالا عن دينها تقول بأنها سورية فقط. دارت تكهنات الوسط الفني تشير إلى وجود علاقة للممثلة كريس بشار في طلاق الفنانة سلاف وخرجي وائل رمضان في المرة الأولى، وما يعزز هذه الفرضية أن الخلاف تزامن مع خبر الطلاق وما زال مستمرا حتى الساعة. وقد كشفت ذلك في إحدى المقابلات الإذاعية وقالت: لن أسامح كاريس لأن خلافي معها إنساني وليس تنافسيا أو شخصيا، وقد عادت علاقتي بزوجي جيدة ولا تعليق لي على أعمالها.